زي ما شفنا مأساة مزدوجة بتهدد حياة الناس وحياة المصريين بتلوث الأسماك. الأمر محتاج تدخل عاجل وسريع من محافظ دمياط. معانا النهاردة موهبة جميلة جدا، أحمد ناصر، عنده 17 سنة، بدأ أبحاثه وهو في الإعدادية واخترع أول جهاز وهو في الثانوية، هو جهاز إنذار للحفاظ على حياة الإنسان وإنقاذه، وحصل على شهادة تقدير في الإبداع والاختراع عن هذا الجهاز. اخترع كمان آلة لتنظيف قطع غيار السيارات بدون إهدار للبنزين، وباب إلكتروني للتلاجة، وحصل على براءات اختراعات. تعالوا نشوف حكايته إيه. زي ما كنت بقول من شوية عن أحمد ناصر، هو شاب في الثانوية العامة، تجربة جميلة جدا، عايزين نسمع منها حكايته إيه. أهلا بيك يا أحمد. أهلا سهلا دكتور. أحكي لي بقى، أنت مخترع كبير وجايب معاك الجهاز ده إيه؟ دي آلة غسيل قطع غيار. غسيل؟ آلة غسيل قطع غيار السيارات. آه. دي يا فندم بتغسل قطعة غيار السيارات في أقل من دقايق، بدلا من مهندس الصيانة، مركز الصيانة أو الميكانيكي يأخذ في القطعة الواحدة 3-4 ساعات ويهدر الغاز والبنزين في مجال كثير، ثم بعد ذلك يتركه. الآلة دي بتوفر من الوقت، بتوفر في البنزين عن طريق التكرير. هل جربتها يا أحمد؟ يعني أيوة فندم، جربتها في البيت والحمد لله نجحت 100%. عظيم، ده اختراع. انت كمان لك اختراع تاني خاص بالحفاظ على حياة الانسان، واختراع يحدد مكان الحادث. كلينا عن الاختراعات بتاعتك. ده جهاز انذار للسيارات. يوضع في السيارة، يتم تشغيله في نفس وقت وضع المفتاح في السيارة. ده فندم بيبعت 4 رسائل في للشرطة والاسعاف والمطافي، وايضا عن طريق السماعات. ده يا فندم الجهاز ده في شبكه خاصه بالسياره، يبقى موضوعه في السياره. اذا تم استطام ذلك الشبكه، اذا الانسان نفسه في خطر، فيقوم الجهاز الرئيسي بارسال كل ما يتعلق بالحادث من فيديو الى الشرطه بالصوت والصوره، والى الاسعاف والمطافي على جهاز قارئ الرسائل النصية، وده بيمنع المعاكسات. أهم حاجة في ده كله اللي حضرتك في خاصية تانية في الجهاز، بيرسل لصاحب السيارة نفسها أهله وحبايبه. مثلا على سبيل المثال، أنا ليا مثلا سيارة عملت حادثة في مكان ما، حاطط على الجهاز الرئيسي ده
رقم معين حس اللي هو في اول ما يحدث يتصل بيه بشريحة التليفون بالظبط كده. وفي كل الحالات الجهاز بيحدد مكان وموقع الحادث بالظبط. الاهم من ده كله اللي هو بيبعت الرسائل ده كله في اقل من ثواني. عظيم. عن طريق الشركة المختصة. انا عندك كم سنة؟ انا عندي 18. ما شاء الله. وبتختلف عليك كم سنة دلوقتي؟ يعني 4 سنين. 4 سنين وعندك 14 سنة. ايه اللي شجعك على الفكرة دي يعني؟ اللي شجعني المدرسين لدي ووالدي ووالدتي طبعا. اي اب وام بيشوفوا ابنهم موهوب في حاجة بيشجعوه من غير اي حاجة. وبرضك يعني اللي حواليا كلهم. يعني كل اللي حواليا بيحبين الخير ويتمنوا ان انا ابقى في قمة السعادة وقمة الانبهار بحاجتي. بس انت شاطر في المدرسة؟ الحمد لله. طبعا. ولا ممكن تكون شاطر في الاختراعات وشاطر في المدرسة؟ لا الحمد لله. عايز تخش كلية ايه؟ تجارة علشان هدفي محدد ريادة الاعمال في مصر. بس انت راجل بتاع اختراعات وهندسة هتخش تجارة؟ ما هو انا في مصر في رجال اعمال بيقوموا بمصانع معينة. ماشي. حضرتك هنا انا فكرت في دي علشان انا فيما بعد هكسب من اختراعي او اختراع الاخرين. يعني هبقى مثلا مصنع لصناعة ابتكارات المصريين. اي شاب او اي مخترع مصري لدي فكرة او عندي فكرة فيما بعد اقدر انفذها، ما اقدرش احتاج لاي حد. فبالتالي انا ده هدفي الوحيد اللي انا اوصل اكون متخصص وواسع المجال. ربنا يوفقك والله. انت عامل كمان اختراع خاص بالبوابة الالكترونية للتلاجة. ايه بقى الفكرة؟ احكي لي. دي فكرة قديمة شوية موجودة في عدة مجالات اخرى، ولكن في ذلك المكان جديد من نوعه. من حيث اللي حضرتك هتقف قدام التلاجة هتفتح اوتوماتيك. انا عملتها لهدف معين وهو المعاقين ذهنيا او ما شابه ذلك مع احترامي الشديد ليهم او الكبار في السن. حضرتك في الوقت ده او حاليا في عصرنا الحالي في تلاجة بتفتح من جبهتين بالمغناطيس، وده عايز جهد كبير، وده في المستقبل هيبقى واقع مش هيبقى زي ما موجود حاليا. انا قدرت اتمكن للوصول لهذه الفكره لاسعاد الاخرين من اللي هم مش مهتمين بيهم او ما شابه ذلك من كبار السن او المعاقين او ما شابه ذلك، يعني مع احترام الشديد ليهم، اللي هم بمثابه اللي هم يقفوا قدام التلاجه هتفتح تمام من غير ارهاق بدن او طاقه او مشاكل. جربتها فعلا التجربه دي؟ معايا البرده والحمد لله. ما شاء الله. بتحلم بايه يا احمد؟ احلم ان مصر تكون بجد تتقدم للامام، وكل واحد يكون في تخصصه، وفي نفس الوقت كل واحد ما يبصش على التاني هو طلع ازاي عمل ايه كده وهكذا، لكن يبص لنفسه. ولازم عشان اما نكون ماسكين بعضينا ومحدش يكون حاطط على امله على حد تاني، بالتالي كلنا هنتكاتف ونكون ايد واحده ومصر هتتقدم ان شاء الله. ربنا يوفقك ويحقق لك يا رب كل احلامك ان شاء الله. احمد بشكرك جدا. ده احمد ناصر، شاب جميل عنده 18 سنه وعمل مجموعه اختراعات كلها مفيده. ده اللي احنا محتاجينه، الشيء المفيد في هذا الوقت اللي ينفع مصر. بشكركم جدا.